وائل بن حجر أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن أمراء يسألون حقهم الذي لهم ويمنعون الحق الذي عليهم، سئل عن هؤلاء الأمراء ماذا نصنع معهم. والأمراء هنا يشمل الأمراء الذين دون السلطان الأعظم، ويشمل السلطان الأعظم أيضا لأنه أمير، وما من أمير إلا فوقه أمير حتى ينتهي الحكم إلى الله عز وجل. سئل عن هؤلاء الأمراء، أمراء يطلبون حقهم من السمع والطاعة لهم ومساعدتهم في الجهاد ومساعدتهم في الأمور التي يحتاجون إلى المساعدة فيها، ولكنهم يمنعون الحق الذي عليهم، لا يؤدون الناس حقهم ويظلمونهم ويستأثرون عليه. فأعرض النبي صلى الله عليه وسلم عنه، كأنه عليه الصلاة والسلام كره هذه المسائل وكره أن يفتح هذا الباب، ولكن أعاد السائل عليه ذلك، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن نؤدي لهم حقهم، وأن عليهم ما حملوا وعلينا ما حملنا. فنحن حملنا السمع والطاعة، وهم حملوا أن يحكموا فينا بالعدل وأن لا يظلموا أحدا، وأن يقيموا حدود الله على عباد الله، وأن يقيموا شريعة الله في أرض الله، وأن يجاهدوا أعداء الله. هذا الذي يجب عليهم، فإن قاموا به فهذا هو المطلوب، وإن لم يقوموا به فإننا لا نقول لهم أنتم لم تؤدوا الحق الذي عليكم فلا نؤدي حقكم الذي لكم، هذا حرام. يجب أن نؤدي الحق الذي علينا، فنسمع ونطيع ونخرج معهم في الجهاد ونصلي وراءهم في الجمع والأعياد وغير ذلك، ونسأل الله الحق الذي لنا. وهذا الذي دل عليه هذا الحديث وما أقربه المؤلف رحمه الله هو مذهب أهل السنة والجماعة، مذهب السلف الصالح، السمع والطاعة للأمراء وعدم عصيانهم فيما يجب طاعتهم فيه، وعدم إثارة الضغائن عليهم، وعدم إثارة إيجاد الأحقاد عليهم. هذا مذهب أهل السنة والجماعة. حتى إن الإمام أحمد رحمه الله يضربه السلطان ويضربه ويجره بالبغال ويضرب بالسياط حتى يغمى عليه في الأسواق، وهو إمام أهل السنة رحمه الله ورضي عنه، ومع ذلك يدعو للسلطان، يدعو له ويسميه أمير المؤمنين. حتى إنهم منعوه ذات يوم، قالوا لا تحدث الناس، فسمع وأطاع ولم يحدث الناس جهرا. بدأ يخرج يمينا وشمالا، ثم يأتيه أصحابه يحدثهم بالحديث. كل هذا من أجل أن لا ينابذ السلطان، لأنه سبق لنا أنهم قالوا يا رسول الله أفلا ننابذه، لما قال خير أئمتكم الذين يحبونهم وتحبونكم، وشر أئمتكم الذين تكرهونهم ويكرهونكم ويلعنونكم وتلعنونكم. قالوا أفلا ننابذهم؟ قال لا، ما صلوا. فما دام يصلون فإننا لا ننابذهم، نسمع ونطيع ونقوم بالحق الذي لنا الذي علينا، وهم عليهم ما حملوا.